أين تسكن يا أخ أيمن؟ من وسط البلاد. وسط البلاد، وكيف الحال هناك؟ بخير الخير. وما الذي نسمعه عن تواجد بعض الخوارج؟ هناك ممن لا يروق لهم وجود دولتنا الإسلامية. جاوب. ما ندريش. شنو رأيك أنت؟ شنو؟ دولتنا الإسلامية، دولة المباركة. ربي يحفظ الإسلام والمسلمين. هات هاتفك الخلوي. نعم، هاتفك الخلوي، الموبايل، البورتابل كما تقولوا انتم بلغة الكفار الملحدين اخزاهم الله. شنو بدير بيه تليفوني؟ قلت لك مدني بهاتفك الخلوي، والا ستجد نفسك ضيفا معززا مكرما في جزيرة الزعفران. هيا. افتح القفل السري. قلت لك قم بفتح القفل السري. انزل يا عدو الله. ليش بس؟ قلت لك انزل. وش فيه بس؟ انزل يا مرتد يا كافر. انزل. ليه؟ انزل. انزل يا كافر. بس فهمني شو فيك. انزل. شو فيك بس؟